المحافظات أيضا. وبالتالي بصدد الحديث عن هذا المنخفض الجوي، كان هناك مجموعة من النصائح والإرشادات والتعليمات التحذيرية التي أصدرها جهاز الدفاع المدني إلى الأهالي. وبهذا الصدد ينضم أيان عبر خط الهاتف سيادة المقدم نائل العزة، مدير العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني. صباح الخير سيادة المقدم نائل، كيف الحال؟ الله يسعد صباحك وصباح كل المتابعين وكل المشاهدين إذاعتكم ومحطتكم، حياكم الله. صباحك بكل الخير، الحمد لله رب العالمين. احنا بموعد مع أول المنخفضات لهذا الموسم، حسب ما ذكرت الأرصاد الجوية بأن هذا المنخفض مصحوب بأمطار غزيرة وتيارات هوائية يعني نشطة بين الحين والآخر، وبالتالي كان لجهاز الدفاع المدني مجموعة من الإرشادات والنصائح للأهالي والمواطنين. ياريت يتم إطلاع كافة السادة المستمعين والمشاهدين على أبرز هذه النصائح الموجهة من قبلكم. نعم، بالتأكيد الأرصاد الجوية أصدرت تنبؤاتها فيما يتعلق بهذا المنخفض والذي يتضمن مجموعة من المخاطر، وهي الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وما ينتج عنها من بعض المخاطر التي وجب تحذير السادة المواطنين منها، ومن بعض المسلكيات الخاطئة التي يعني سجلت في سنوات ماضية وفي أحداث مشابهة، وكان لفريق الدفاع المدني والطواقم المختلفة تدخلات في هذا الموضوع، أبرزها ما يتعلق بالمجازفة والمغامرة باجتياز تجمعات المياه والسيول. ونحن نشهد إغلاقات لقوات الاحتلال للطرق الرئيسية، وبالتالي المواطنين مضطرين لسلوك بعض الطرق الوعرة بين المدن والقرى والمحافظات والمخيمات، ولكن وجب أخذ الاحتياطات فيما يتعلق بعدم تجاوز والمجازفة بتجاوز تجمعات المياه. المسألة الثانية الرياح الشديدة والتي ينتج عنها بعض المخاطر، منها تساقط اللوحات الإعلانية أو الأجسام المتطايرة فوق أسطح المنازل، وهنا حذرنا السادة المواطنين بضرورة تثبيت كل ما هو عرض للتطاير وأن يكونوا جزءا من حماية مجتمعهم وحماية محيطهم الاجتماعي. في بعض الأحيان هذه الأجسام المتطايرة كخزانات المياه أو بعض ألواح الطاقة أو بعض اللواقط يعني تسقط على المارة وتسقط على ممتلكات المواطنين المختلفة. صحيح. كالمركبات والممتلكات المختلفة، وبالتالي مهم من السادة المواطنين تثبيت كل ما هو عرض للتطاير. أيضا هناك احتمالية لأن يكون هناك أمطار غزيرة، وهذا يعني يساعد لتدني مستوى الرؤية الأفقية، فطلبنا من السادة السائقين بأن يكون هناك مسافة أمان حتى لا يكون هناك استخدام للمكابح بشكل مفاجئ وأن يتفاجأ السائقين بالمركبات توقف مرة واحدة، وهذا واجب جدا في حالات انعدام أو تدني مستوى الرؤية الأفقية. وأيضا ذكرنا السادة المواطنين بأرقام الطوارئ للدفاع المدني 102 وللشرطة 100 وللإسعاف 101 للإبلاغ عن أي مخاطر أو أي حوادث. جميل جدا، يعني هذه نصائح هامة دائما ما تحاولون أن تقوموا بتذكير السادة المواطنين والأهالي بأخذ الحيطة والحذر والنظر لها بعين الاعتبار بشكل آمن حتى أن يكون هناك تفادي لأي حوادث لا سمح الله أو وجود خسائر بشرية. وبالتالي سيادة المقدم، يعني كيف كان هناك متابعة من قبلكم مع كافة الجهات الشريكة لتجهيز وتنظيف الأودية في مختلف المناطق من المحافظات والبلدات والقرى؟ يعني هذا نعم. أمر هام، وخاصة أن هناك الحديث عن أمطار غزيرة مصحوبة لهذا المنخفض. نعم، في الحقيقة تركيزنا في الوقت الحالي أو في الأيام الماضية كان في محافظتي طول الكرم وجنين، والتي شهدتا عشرات اقتحامات قوات الاحتلال وتدمير للبنية التحتية. صحيح. وتدمير للخدمات الأساسية التي تغذي شبكة الكهرباء والمياه والصرف الصحي للمواطنين، وكان هناك تركيز من لجنة الطوارئ الحكومية بأن يكون هناك إعادة ربط لهذه الخدمات وإعادة تهيئة الطرق و
ضمان استمرار الخدمات للسادة المواطنين. هذا كان جزء أساسي من مهمة الدفاع المدني كمركز للجهد الوطني حتى نضمن بأنه كافة الخدمات من الاتصالات والإنترنت وصرف الصحي والكهرباء والمياه أن تكون متصلة ومشبوكة قبل دخول فصل الشتاء وما ينتج عنه من مخاطر. يعني سيادة المقدم اسمح لي. لجان المختلفة في المحافظات في الخليل وبيت لحم ورام الله حقيقة عملت من خلال البلديات ولجان الطوارئ في المحافظات على تفقد المصارف في محيط المدن وفي المناطق التي شهدت يعني تجمع للمياه والسيول في سنوات سابقة، وعملت ضمن خطة لإعادة ترتيبات في البنية التحتية حتى نضمن بأنه ما يكون هناك إعاقة لحركة المواطنين ولسير الحياة العامة. يعني في إطار حديثك عن تركيزكم بالفترة الماضية لمحافظتي طول كرم وجنين وتحديدا ما تعرضت له من اقتحامات مستمرة من قبل جيش الاحتلال، وهناك كان تدمير للبنى التحتية وسوء للطرق، كيف كنتم حاضرين أو هل كان هناك خطة مجهزة للتعامل مع فصل الشتاء، وخاصة نحن نتحدث عن ظروف صعبة يعيشها أهالي المخيمات في جنين وطول كرم تحديدا؟ نعم، كما ذكرت لك كان هناك يعني تعاون مشترك بيننا وبين لجنة الطوارئ الحكومية. الدفاع المدني يعمل كمركز للجهد الوطني في حالات الطوارئ وحالات الكوارث، العمل مع الأشغال العامة ومع البلديات حتى نضمن تهيئة الشوارع وإعادة البنية التحتية. أيضا عملنا مع شركة الكهرباء وشركة الاتصالات لضمان خطوط الخدمة بأن تعود وأن تعمل في حالات الطوارئ، ويعني كان هناك خطة لدى الاتصالات بأن يكون لديهم أكثر من مسار احتياطي. أيضا شركة الكهرباء بالمثل، هناك بعض الانقطاعات، هناك بعض التشويش في الخدمات، ولكن بالتأكيد نحن كمجلس أعلى للدفاع المدني نعمل بكل تعاون مع الشركاء لضمان استمرار هذه الخدمات. أيضا أجندة اجتماع المجلس الأعلى القادم ستكون سيكون التركيز فيها على العمل في تلك المناطق التي تشهد ضعف البنية التحتية يعني أن تكون متوازية مع المخاطر التي تنتج عن مخاطر فصل الشتاء. نأمل بأن تكون خطتنا وتحركاتنا وآلية عملنا يعني بنفس مستوى ويعني المخاطر التي يشهدها أبناء شعبنا. يعني مشكورة جهودكم دائما في كافة المتابعات الميدانية. أخيرا دعني أتحدث فيما يخص عن فرق المتطوعين التابعين لجهاز الدفاع المدني في القرى والبلدات، وخاصة إحنا شفنا بالفترة الأخيرة كان لهم دور هام لهذه الفرق التابعة لكم. نعم، بالتأكيد واحدة من استراتيجيات عمل الدفاع المدني هو الاستثمار في طاقة الشباب والاستثمار في طاقة المجتمع، ونحن يعني واحد من مميزات مجتمعنا الفلسطيني يعني ما ينطوي على العونة وعلى الفزعة، هذا مفهوم متأصل ومتجذر في ثقافتنا وفي تربيتنا. وبالتالي جهاز الدفاع المدني كمؤسسة خدماتية تود أن تصل إلى كل أبناء شعبنا ولكل شرائح المجتمع. كان لابد من تشكيل فرق المتطوعين لصقل مهارات شبابنا و يعني من الجنسين من الذكور والإناث ومن الأعمار المختلفة لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات للتعامل مع المخاطر المختلفة، وحتى يكونوا ذراع مساند لطواقم الدفاع المدني. يتم تجهيزهم من خلال تدريبات، تمكينهم من خلال العمل مع فئات المجتمع المختلفة، وتزويتهم بالمعدات حتى يكونوا قادرين على تشكيل فرق استجابة أولية قبل حضور فرق الدفاع المدني. ما شهدناه في القرى التي تتعرض لاعتداءات قوات الاحتلال كدوما المغير، فرق المتطوعين في قرى شرق نابلس، في محافظة رام الله والبيرة، في جنوب الخليل، في لتوانا ومناطق مسافر يطا، كلها فرق استجابت قبل حضور فرق الدفاع المدني، وفي بعض الأحيان لم تستطع فرق الدفاع المدني الوصول فكان المتطوعين هم المستجيب الأول وهم من قاموا بالتعامل مع الحوادث التي نتجت عن اعتداءات قوات الاحتلال أو اعتداءات المستوطنين، أو حتى في الأوضاع الطبيعية هم من قاموا بحملات التوعية وهم من قاموا بمساندة المزارعين في حملات قطف الزيتون. نحن لدينا ما يقارب من 1500 متطوع، هو نفس العدد الذي ينتسب إلى فرق الدفاع المدني. نحن في الدفاع المدني تعدادنا في كافة المحافظات 1500 تقريبا، ولدينا 1500 متطوع. خطتنا للأشهر القادمة أن يصل أعداد المتطوعين إلى 3000 متطوع ضمن خطة
مع المجالس المحلية ومع قوات الأمن الوطني لتزويدهم بمعدات ومجموعة من الآليات التي تمكنهم من القيام بواجبهم، ليس فقط لمواجهة مخاطر ناتجة عن اعتداءات المستوطنين، بل المخاطر التي تواجه المجتمع من يعني كالحرائق كموجات الحرارة أو حتى المخاطر الناتجة عن مخاطر فصل الشتاء. أكيد كل الشكر لكم ولكافة الجهود الكبيرة التي تقومون ببذلها حتى أيضا من خلال هؤلاء المتطوعين، فأكيد مشكورين وإن شاء الله دائما نتمنى لكم السلامة. وكل الشكر لك سيادة المقدم نائل العزة مدير العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني، مشكور على هذه الإيضاحات والنصائح التي قمت بتوجيهها إلى الأهالي والمستمعين. ونحن كما ذكرت الأرصاد الجوية وتنبؤاتها اليوم وغدا سنعيش في منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة وتيارات هوائية نشطة بين الحين والآخر. كل الشكر لهم أكيد كافة طواقم الدفاع المدني، وتحديدا اسمحوا لي أن نعيد بتوجيه التحية إلى طاقم الدفاع المدني في محافظة طول كرم على الجهود اللي بذلوها مؤخرا خلال الأيام الأخيرة ونهاية الأسبوع الماضي، جهودهم في إخماد اشتعال النيران اللي كانت موجودة في مكب النفايات في منطقة الأحراج، وبالتالي جهودكم كانت جبارة، يعطيكم ألف عافية. ودائما ما يعني هذا اللي احنا متأملين في منكم، انكم تكونوا على أهبة الاستعداد دائما للتعامل مع كافة الحوادث، فكل الاحترام لكم. صباحياتنا كمان مستمرة. صباح الخير لعمر البلعاوي، يسعد صباحك عمر، بيحكي لنا صباح الخيرات واحنا بنحكي له صباح الفلات والياسمين يا رب العالمين، صباح الرزق الحلال وصباح السعي اللي دائما بيكون منه عوض كبير من رب العالمين. صباح الخير لكل السائقين على الخطوط الداخلية والخارجية، ديروا بالكم منيح أثناء التنقلات خاصة للسائقين على الخطوط الخارجية خارج المحافظات، انتبهوا جيدا وتحديدا مع هاي الأيام اللي احنا بنعيشها في ظل هطولات الأمطار الغزيرة. نروح لفاصل ونرجع.